عيادة طب توب مشهد. رئيس قناة المدار من الكويت، أنا جيت أسوي أسناني في عيادة طب توب برانة، تابعوا هذا الفيلم. نفس المكتب طب توب سألتهم هناك في الكويت المكتب، قلت لهم عندكم عيادة أسنان؟ قال عندنا عيادة أسنان، ودش شوف بالإنستغرام، ودشيت وشيء وشفت، وبعدين شيء شفت يعني عينات أمامي، ما شاء الله أنت أسنانك يعني نبي ابتسامة منك بهت. فأنا عطاني ارتفعت معنوياتي صراحة من استقبالكم واحترامكم وتقديركم، والكادر الطبي اللي هنا أوجه لك كل التحية والتقدير، للأمانة ناس محترمين وما قصروا، وإن شاء الله النتائج حلوة يوم الخميس غدا طبعا باكر راح تشوف النتائج النهائية. هذا انا؟ ايش رايك؟ مسكين شوي؟ يا حبيبي والله العظيم مبروك، والله العظيم راس راس انت مو معقول. هذا انا يا جماعة؟ لا 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 شوف الله يكبرك، ابتسم انت سلماوي. مشكور يا دكتور، ممنون واجد. شكرا شكرا، عيادة طب توب جود 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 والله. يا حبيبي الله يسلمك، حبيبي يا سجاد يعطيك العافية، خلصنا أسناننا. وللأمانة أقول يعني كان إعلامي كنت أواجه يعني إحراجات بالابتسامة، وبكن أكثر واحد يعني أنا يعني بالنسبة إعلامي على مستوى الخليج عرفت، فكنت أنحرج فتحت تحت أسناني. لكن اليوم أقول ما في مشكلة في عيادة طب توب مع أخونا سجاد المرشد السياحي والدكتور وكل شيء صراحة، وأقول يعني صراحة على الابتسامة هذا الجميلة أنا ما في تعليق بعد أكثر من شديد. اللي يبي يعدل أسنانه في عيادة طب توب.